السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا لإبداء آرائكم بشأن ما سنعرض أو بشأن ما لديكم من مواضيع. مشاهدينا الكرام، أرقام هواتفنا من داخل العراق الرقمين اللي موجودة في الأعلى تقدرون تتصلون بها بأي لحظة من لحظات البرنامج، الرقمين اللي بالأسفل الأخوة العراقيين اللي ساكنين دول المجر والأشقاء العرب اللي ساكنين من الخليج العربي وحتى المحيط وكذلك باقي دول العالم ممن يشاهدنا ويتابعنا الآن يقدر يتصل بنا على الرقمين الموجودات بالأسفل. أما الرقمين الجوة نفسهم أو اللي بالأسفل بصفن إشارة واتساب اللي ما يقدر يتصل بنا لأي سبب كان يقدر يكتب لنا رسالة متبوعة برقم باسمه ومكانه عفوا على رقم الواتساب ونقراها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقة اليوم بأول ملف ويانا واللي هو الصراع بين التيار الصدري والإطار. أعاد رواد منصات التواصل الاجتماعي تداول فيديو مصور لرئيس حركة حقوق حسين مؤنس التابع لميليشيا حزب الله اللي أكد بعدم قبولهم بأخذ أي مقعد تابع للكتلة الصدرية المنسحبة من البرلمان بالتزامن مع جلسة البرلمان واللي شهدت حضور الكتلة أو الحركة. ونشروا صور لبيان الناطق باسم ميليشيا حزب الله أبو علي العسكري أكد به عدم وجود أي مرشح يمثلهم داخل مجلس النواب، وأكد عدم مشاركتهم في تشكيل أي حكومة، الأمر اللي ذهب أدراج الرياح مع ظهور مرشحين داخل قبة البرلمان. خلونا نشوف هذا الفيديو. وانطلاقا من المبادئ السبعة التي تبنتها الحركة، اتخذنا قرارا بالانسحاب من مجلس النواب العراقي وعدم إشغال مقاعد المستقيلين، لأننا لن نكون بديلا عن الأخوة في الكتلة الصدرية دون أن يؤثر. مثل ما تلاحظون مشاهدينا الكرام، الكلمة اللي لقاها وأيضا الكتاب اللي نشر عن لسان أبو علي عسكري اللي أكد به، تشدد الكتاب على التأكيد أن ليس لديها أي تمثيل في مجلس النواب العراقي وأنها لم ولن تشارك في تشكيل حكومة. تعرفون كلام الليل يمحوه النهار، وراها النشر مقطع مصور من داخل مجلس النواب لنواب حركة حقوق وهم دا يأدون اليمين الدستورية أمام رئاسة مجلس النواب. خلونا نشوف هذا الفيديو. لتفاني وإخلاص والمحافظة على استقلال العراق وسيادته وأرعى مصالح شعبه وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياه. مثل ما شاهدتم مشاهدينا الكرام، أداء حركة حقوق اليمين الدستورية خلفا لنواب التيار الصدري اللي انسحبوا أو الاستقالوا. وبظل مسرحية البرلمان أظهر مقطع مصور أحد نواب التيار أو دولة القانون اللي هو باقر السعدي، وهو يصور زميلته النائبة جوان عبد الله عن الحزب الديمقراطي الكردستاني أثناء جلسة اليوم بطريقة أثارت استهجان مدونين على مواقع التواصل لينطلق وسم هاشتاغ متحرش البرلمان. ومن نسج عنه من شهداتها وشكلت لجنة في وقتها واللجنة ما لا نعلم أين وصل عملها. العالم ورا ما شافت هاي الأمور علقت على منصات التواصل الاجتماعي، واختارينا لكم بعض التعليقات على هذا الأمر من منصة تويتر على هاشتاغ متحرش البرلمان. مختار يقول: حتى المتحرشون بات لهم ممثل داخل قبة البرلمان العراقي، هاشتاغ متحرش البرلمان. أما نسرين تقول: يجب حصر هواتف النواب بيد الدولة، هاشتاغ متحرش البرلمان. وسالي بجوري تقول: هل يتقاضى هؤلاء مرتبا شهريا يقدر ب 30 مليون دينار عراقي لتأدية واجبات مثل هذه، هاشتاغ متحرش البرلمان.
أما تمارا تقول تصوير امرأة من غير علمها يعتبر تحرش. وين قاعدين إحنا؟ أنت المفروض تمثل الشعب، والمفروض أنت على سلطة تشريعية بالبلد، يعني حاليا لازم تكون منتبه على القرارات التي طرحت وتشوفها بصالح المواطن العراقي لو لا، حتى تصوت أو تعترض، مو قاعد تراهق. كان هاي التعليقات حول هذا الأمور. المشكلة وما بها مشاهدينا الكرام أنه بالبداية الكتلة التابعة للكتائب أو إلى حزب الله اللي هي حقوق، هم قالوا إحنا ما نأخذ، وراها أخذوا. هم قالوا إحنا ما عدنا ممثل، وراها شفناهم يأدون اليمين الدستورية. فالسؤال اللي ينطرح هنا، شنو اللي دا يصير بالعراق؟ هاي رقم واحد. رقم اثنين، اللي قاعد يصور زملاءه أو زميلته، أحد التعليقات تقول تصوير امرأة بغير علمها يعتبر تحرش. هل هو من الصائب أنه شخص يعتبر نفسه برلماني تارك الجلسة وعايف الجلسة وعايف قرارات، من المفترض أنه هذا المكان يصدر قرارات تهم الشعب، إذا أكو قرارات تهم الشعب، ما أعرف أنتوا شو تقولون، عايف كل هاي الأمور ولازم تليفونه وقاعد يصور وينشر؟ زين، واحدة من التعليقات أو واحدة من البنات سألت هل واجب أن يتقاضى راتب على هاي التصرفات؟ لو واجب أن يتقاضى راتب أن يبني مدرسة للطلاب، وأن يفكر بقانون ينطي حقوق الناس، أن يفكر بقانون بإخراج الأبرياء من المعتقلات. هي المفروض ماكو قانون، البري المفروض بدون قانون يقولوا له أطلع روح أرجع لأهلك. لو يفكر بتعويض النازحين وذوي ضحايا الحروب اللي صارت بالعراق. حيدر من بغداد ويانا، حياك الله يا حيدر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني بخصوص عندنا وضع مشهد انه نريد توصل صوتنا من خلال قناتكم الكريمه. لك الهواء تفضل. ايه، على مود انه نحط المي، اي شحة المياه بمناطق الوسط الجنوب. نعم. ايه، يعني شحة المياه شنو سببها؟ يعني شنو سببها؟ سياسه الدوله، سياسات. يعني احنا نريد نوصل للحل، يعني الشعب جاي اخ حيدر بدايه، حتى نحط ايدينا على الجرح او على المصيبه او على العله، انت تعرف شنو سبب شح المياه لو لا؟ احنا حاليا اي على الابار عايشين على الابار. لا قصدي انت تعرف شنو سبب شح المياه بالعراق لو لا؟ السياسة اللي نعرفها حاليا، سياسة خارجية اللي نعرفها. راح أقول لك إياها حتى تعرف. أولا، بناء السدود من دول المصدر أو دول المنبع. ثانيا، غلق إيران لكافة أنهرها وكافة الروافد اللي كانت تمول نهر دجلة واللي كانت توصل إلى العراق وكانت تعتبر مصدر ثاني أو منبع ثاني للأنهر العراقية. هاي السدود وغلق الأنهار من قبل إيران أدت إلى انخفاض مناسيب المياه. انخفاض مناسيب المياه أدت إلى جفاف الأنهر والأهوار اللي تعتبر جزء من التراث العالمي اليوم، جفت تقريبا بنسبة 80% وأكثر. هذا الشيء راح يؤدي إلى جفاف بالعراق، يعني بالمستقبل حتى اللي باقي بالمي بنهر دجلة والفرات راح نخسره. فشون راح يعطوك مي وانت المي دا يقل يمك؟ فش تتوقع المشكلة وين والحل وين؟ الحكومة بالموضوع شنو؟ سيادة العراق بالموضوع ثبات وجوده شنو؟ ما يشوف ان ثبات للحكومة او دور للحكومة، يعني ما جاي نفتهم. مو فقط انه دور المياه فقط بالعراق، حتى الكهرباء، المشاريع، يعني حتى مثل ما تقول الزراعة انتهى وجودها أصلا. يعني انت سألت عن سيادة العراق، تتوقع سيادة العراق مهمة وإيران دا تقصف بشمال العراق يومية ودا تروع الأطفال والنساء والعالم اللي موجودين في شمال العراق، وماكو ولا سياسي اليوم حكى عن القصف الإيراني على العراق؟ احنا الرداء يعني إثبات وجود للمجلس النواب للحكومة، يعني لا اقتصابات للحكومة، لا اقتصابات للنائبين اللي جاي يطالبون، ماكو. يعني تريد إنسان يطالب كممثل للشعب العراقي، يعني ماكو إنسان يمثل الشعب العراقي، يعني يطالب بالمياه، يطالب إنه
انه يوقفوا بهاي الاعداء للعراق. احنا ما جاء ما شاء الله جاي نشوف الدول الخارجيه انت على العراق انه يدمرونه انه يخربونه، انه حتى التحليه اللي بالعراق فاشله. يعني نريد حل احنا، يعني قوما مثل ما تقول يصبر لي وين يصبر وياهم. نعم نعم نعم، شكرا 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 لك اخ حيدر. الاخ حيدر يقول احنا نطالب بتفعيل البرلمان رقم واحد، ويطالب بايجاد شخص او عده اشخاص او كتله او جهه تمثل الشعب العراقي بصوره صحيحه، بحيث انه تدور وراء مشاكله. لكن احب اقول لك اخ حيدر، بالنسبه الى مشكله المياه ما يحتاج العراق غير بس يحرك اتفاقيات الدول المتشاطئه. اكو اتفاقيات دوليه العراق موقع عليها، اكو اتفاقيات للدول الجوار المتشاطئه العراق جزء من عندها. هاي الاتفاقيات كانت ضامنه حصص العراق المائيه، اليوم هاي الاتفاقيات غير مفعله لسكوت السياسيين عن هاي الاتفاقيات، فهم ما محتاجين الا اللهم يرحون يقولون لهم هاي الاتفاقيه موجوده ونريد حصتها العراق المائيه. شكرا لك اخ حيدر. ابو احمد من بريطانيا، حياك الله يا ابو احمد. ويلي تحياتي سادة العلمين، حياك الله. والله موضوع مهم جدا. يعني اولا النائب شنو هو النائب؟ النائب هو نائب عن الشعب، يعني شايل هموم وشايل مشاكل الشعب وقاعد مجلس النواب. ولكن الحقيقه الان في العراق، اولا اجاوب الاخ حيدر العزيز انه ماكو سياده للعراق اي اسم نائب. العراق ما بي سياده، لو بي سياده اكو مثل ما تفضلت حضرتك، اكو اتفاقيات توزيع المياه بالتساوي بين العراق بين تركيا بين ايران. هاي العراق الوحيد اللي ما عنده سياده، فبراحتهم يسدون يفتحون يسوون سدود. هذا الموضوع خلينا نتجاوز. نرجع للنواب، دول مو نواب، دول مجموعه من العصابات اللي اجت سيطرت على العراق. لانه انت لو تباوع تاريخ تاريخهم كلهم اللي بداخل العراق واللي بخارج العراق، ناس اصلا يكرهون الشعب العراقي. انا احكي لك في سالفه سنه 2002 جمعني سوء الحظ مع مسؤول المجلس الأعلى في سوريا ولبنان. اتفاجأت من طرح صراحة أنه إذا استلمنا السلطة إحنا بالعراق أي واحد بالعراق انعدمه. قلت له تتعجز تقلت الشاكر، قال لي أين استمه والهوى اللي بيه صدام. قلت له بشرفك، يعني أنت قبل لا تجي جاي ما تفكر أنه هذا الشعب شلون أداري، شلون تعرض إلى حصار، شلون مر بضيم، تجي تفكر شلون تعدمه وتخلص من عندنا تنفسه وصدام. يعني انت لي قدام اذا تيجي ما عندك اجنده وما عندك برنامج وما عندك جدول. فهذا اللي هو حاصل الان في الوقت الحاضر الساده. فللعزيز ناس، يعني هذا اللي يسوي زميلته، بدل ما يقعد يباوع يحط له خطه بهالشتاء، يحط له خطه بهالشتاء ليغرق العراق باي مطره، يحط له خطه بالصيف اللي الناس شابعه حار وشابعه قهر، قاعد يسوي لي زميلته بالمجلس شويه حلوه وشعرها ما ادري شنو. شرفك دوله 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 ناس مال احترام دوله. انا ساتحدى اي واحد منهم اذا يقدر يمشي بالشارع براحته، اذا مو حمايه اذا هي قرعه مال بطوله الدوري يا استاذ أفل. حطوا بيها، شفت الحمايات اللي حطوا بيها على قرعه مال بطوله الدوري مال كره قدم. فهذه مآسي. دوله مو المهم دوله مو برلمان، دوله عصابه. وما طول عليك، خاف عندك مشتركين. والف شكر لك. شكرا لك ابو احمد. صلاح من بابل، حياك الله يا صلاح. السلام عليكم. فلاح من بابل، حياك الله اخوي، اعتذر منك. تسلم اخوي، بارك الله فيك. اخوي هذه العصابات المجرمه هذه هدفها الله وكيلك ما تسبب للعراق غير بس الى المواقع. هذه فقاعه فقاعه متمرده تغييرك الله، ما بيهم ما حد الخير. كلها هي فقاعه جابتها جيش الاحتلال الامريكي ونصبها على حساب الشعب العراقي. لا لا، مرورا بالميليشيات الارهابيه المواليه الى ايران. هذه الميليشيات واعجابها متمرده الله وكيلك قد سببت المشاكل والاذيه. يعني ما زالت منها الاشتباكات اللي حلت في بغداد والبصره، يعني هاي واحده من عشق واحده من عشق. لا لا لا، اهل البصره يردوها لهال المرتزقه دول. المافيات هاي كلها مافيات، هذه الله وكيلك كلها مافيات، هذه سواء ميليشيات الصدر او ميليشيات قيس الخزعلي كلها هي مافيات هذه. قالوا لا لا، حتى اهل بغداد يردوها لهالميليشيات لهالمافيات هذه المتمرده اللي سرقت من اموال العراق واستباع دماء العراقيين من كل مدينه في العراق الله وكيلك. بعد حتى وبرعايه هذه الاقزام، هذه
هذه القوى القمعية المجرمة نعم الفقاعة اي والله فقاعة كونها حتى أجهزتهم أجهزتهم القمعية المجرمة لكنها تصدق أجهزة ضعيفة بالية ما لك كل دور نعم ولا نعم تمثل أي قوة نعم الله وكيلك نعم والسلام عليكم شكرا ورحمة الله شكرا لك أخ فلاح. مشاكل التيار والإطار دا تتصاعد وما دا تنتهي والكل يعرف أن هم دا يتعاركون على المناصب والكراسي وأهم منصب دا يتعاركون عليه هو منصب رئيس مجلس الوزراء. المهم هسه توعد أنصار التيار الصدري الميليشيات بأخذ الثائر منهم خلال إحياء 40 ضحايا تظاهرات المنطقة الخضراء ورفع حشد من أنصار التيار الصدري لافتات أو رايات حمر. هاي الرايات أو الأعلام الحمر دل أنه أكو ثار من أخذ من قتلة رفاقهم المتظاهرين بأحدث مظاهر العداء والتصعيد بين أنصار التيار الصدري وميليشيا السرايا من جهة وبين ميليشيات الإطار التنسيقي الموالي لإيران من جهة أخرى. خلونا نتابع. هنا على قبور شهداء ثورة عاشوراء لحين إدراك النصر وإدراك ثأرهم بالإصلاح والقضاء على الفاسدين. صلى على محمد محمد بعيدا عن الطرفين اللي دا يتصارعون، تعرفون هاي شنو معناها؟ معناها اكو دم، معناها اكو ناس راح ينقتلون. بدل ما يفكرون شلون يصلحون حال البلد، شلون يبنون البلد، شلون يصلحون حال التعليم وحال الصحه وحال الرياضه وحال كل مفاصل الدوله العراقيه، بدل ما يفكرون شلون يحيون الزراعه وشلون يشغلون المصانع المتوقفه، بدل ما يفكرون شلون يشغلون العاطلين عن العمل، هم دا يفكرون بالثار. والمشكلة هذا الثار على منصب. الناس لما شافت هاي الفيديوهات أو هذا الفيديو علقت على منصات التواصل الاجتماعي. اخترنا لكم بعض التعليقات من منصة فيسبوك. بلال الأنصاري يقول: لكم في قلوبنا حرارة لم ولن تنطفئ باكي وراها. أما كرار الحسين يقول: وعد لن ننساكم ولا ننسى ثأركم. أما الأسمر علاوي: الخزي والعار إلى قتلة المأجورين وتبعية وذيول إيران. أما وسام علي يقول: ما يبرد ما يبرد قلوبنا غير الثأر من القتلة. أرد أسأل سؤال واحد هنا إلى أنصار التيار الصدري: من سيثأر إلى قتلة الناس الأبرياء بالمحافظات العراقية الأخرى؟ من سينصر ذوي ضحايا مجزرة مصعب بن عمير مثلا، جامع مصعب بن عمير؟ من سينصر النازحين اللي ما لهم ذنب ولا سبب باللي صار بالعراق، واللي عايشين هسه بخيم وولدهم ما عندهم هويات، واللي ولدهم ممنوعين يدخلون مدارس، واللي ولدهم ما عندهم حق لانهم ما نطوهم هويه، فعليا هم بدون جنسيه. فمنو راح ينصر هؤلاء وانتم تقولون ما يبرد قلوبنا غير الثأر من قتله المتظاهرين؟ محمد من امريكا حياك الله. السلام عليكم استاذ اسد، احيي قناه الرافدين البطله. استاذ اسد عمر انت ذول الميليشيات تابعين كلهم كفيلك الله يبن هذا خملي نعم هذا بالبصره جاي يهجمون على البصره والله العظيم وهاي الميليشيات تابعه الجيش المهدي خلي شويه عمي يعني البصره اخواننا البصره الابطال شويه خلي يردوهم ما يظلون ساكتين ترى كفيلك الله ترى يسوون لهم مشاكل كفيلك الله راح يهجمون على البصره هم ذول الميليشيات تابعين لايران احزاب السلطه الخنازير السلطه قاعدين بالخضراء كفيلك الله يوم حادث بزياله معمم كاتب راعي والله العظيم ويا اربع اشخاص اربع اشخاص كاتبين راعي وطالبين فديه منه 80 مليون كفيلك الله معمم تابع للاحزاب راعي كاتبينه وياخذون عليه فديه والله لا حد يقول هاي الحكومه هذول خنازير السلطه عصابات تابعين لايران ليس هاي حلال الفتله والبارحه تطلع دافعوا على ايران عمه صاحبك مات الله لا يرحمه لا دنيا ولا اخره قاسم سليماني والفضائح ما تسوى عليه ان شاء الله ينشروها على الجيش الفضائح ما تشتوا وقاسم سليماني بلبنان احيي قناه الرافدين شكرا البطله شكرا لك اخ محمد شكرا محمد. ملفنا الثالث مشاهدينا نحكي به عن قضيه دوله لا دوله. كل فتره وفتره الناس تشوف طرق جديده للابتزاز والفساد وسرقه اموال الناس لدرجه نسبة الأمان المالي بالعراق، أقصد بالأمان المالي هي درجة عدم خوف الناس من خسارة أموالهم بهاي الطرق الجديدة على أبناء شعب عريق مثل الشعب العراقي. هاي النسبة وصلت صفر اليوم، لا عندهم ثقة
العملية المصرفية، ولا عندهم ثقة بالنظام المصرفي، ولا عندهم ثقة باللي موجودين باللي دا يحكموا بالبلد. ناشط من محافظة النجف يتحدث عن ابتزاز أصحاب المجمعات السكنية للمواطنين ونهب أموالهم بطرق جديدة. هاي الطرق تثبت أنه ماكو قانون أو دولة بالعراق، ويقع المواطن ضحية إلهم بسبب الفساد وغياب القانون ونفوذ أصحاب المشاريع وارتباطهم بجهات متنفذة. خلونا نسمع. المنطقة وأهالي المجمع شنو اللي صاير وياهم؟ شنو اللي جاي يصير وياهم؟ أنا أقول لك شنو اللي جاي يصير وياهم. خلي يسمع سيد محافظ النجف، خلي يسمع مكتب رئيس الوزراء، الهيئة الوطنية للاستثمار، رئيس استثمار النجف. أهالي النجف شنو اللي جاي يصير؟ هاي العارضات اللي خالها المستثمر، هاي العارضات اللي خالها المستثمر، ممنوع تطبل بيتك إلا تدفع 30,000 دينار شهريا. هاي واحد. ثانيا هنا الأمبير يختلف، تدفع 300,000 دينار اشتراك للمولدة مالته، وبعد الأمبير هنا ب15,000 دينار صيف شتاء. زين، وبعد عقود الخدمات صفر. سووا البيوت وكملوها لأن المواطنين يريدون بيوتهم. بعد أي خدمات داخل المجمع، من مدارس، من مركز صحي، من خضرات، كلها كذب، ما موجود. فهاي رسالة لمحافظ النجف، هاي أبناء النجف، البوابات كلها مغلقة. جيتوا أخذتوا عرض، هاي للمستثمر وللدولة. شنو اللي استفادت الدولة من هالمجمعات الفاشلة اللي انتقمتوا بيها من المواطن؟ هاي الطرق الجديدة اللي دا يحكي عليها هذا الناشط من محافظة النجف لابتزاز المواطنين، مولدة إلى صاحب المجمع أو المقاول اللي بنى المجمع، بوابات لازم يدفعوا لها اشتراك حتى يطبون ويطلعون من البيوت اللي هي بيوتهم. بالله عندي سؤال صغير، إذا صاحب الملك يطب للبيت ب30,000 دينار شهرياً، هم يحسب عليه شقد عدد الخطار اللي يطبوا له؟ لما نيجي مثلاً صاحب البيت رقم واحد يقول له أنت جالك بهذا الشهر 10 ضيوف تدفع لهم 30 ثانية مثلاً، بأي حق يمنع صاحب ملك داخل مجمع وهو كمله وخلص المفروض سلمه؟ إضافة إلى ذلك يقول لك خدمات ما عندنا داخل المجمع السكني، شون وافقوا على بنائه؟ على كل الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، واختارينا لكم بعض التعليقات من فيسبوك. رزاق يقول: تعديل قانون الاستثمار واستحصال قيمة الأرض من المستثمر، لأن المجمعات السكنية أغلبها لم يستفيد منها المواطن النجفي الفقير. محمد الطرفي يقول: المجمعات عبارة عن سرقة للقمة عيش المواطن وليس لخدمته، المفروض توزع أراضي سكنية بدل هالاستغلال، لكن لا حياة لمن تنادي. قاسم فؤاد الربيعي يقول: أغلب المجمعات السكنية فاشلة وعبارة نصب واحتيال برأس المواطن، والسبب هو هيئة استثمار اللي تنطي إجازة استثمار إلى كائن من كان. أما دكتور صفاء صبي الخالدي يقول: كل المجمعات فاشلة وفاسدة بدون استثناء، وكلها تسرق المواطن بدون استثناء، والأموال تذهب إلى جيوب المرتشين والسراق، ولدينا أكثر من دليل ودليل. اللي عنده أي دليل، أكو نافذة في قناة الرافدين اسمها أنت ترى، يقدر يدزلنا إياها وإن شاء الله ننشر الهي. أبو أحمد من البصرة، حياك الله. حياك الله سيد رجل، شلونك؟ حبيب قلبي، حياك الله أخوي. تسمعني؟ أسمعك كلش زين. شلونك أستاذ؟ حبيب قلبي بخير، أنتو شلونكم؟ شلونك؟ الله الله، إحنا مو زينين. ليش؟ بعد الوضع تعرفه، احنا والله لو نريد نحكي على الدوله، الدوله شغله واقعي. ايه بصراحه. نعم. ايه بصراحه الوضع، يعني اذا جيت تحكي عليه الحكي ما يخلص، وهواي. زين. يعني كلش هواي عليه. زين. يعني من تبدي؟ من الخدمات، من الوضع السيء، من الامان. بصراحه الوضع كله سيء. طيب، حتى اختصرها عليك، حتى اختصرها عليك، خلينا نختصر العراق كله بمحافظتك اللي هي محافظة البصرة، واللي هي جزء رئيسي ومهم إلى البصرة، وهي رئة المائية ومنفذ الماء الوحيد للعراق على الخليج العربي. حال البصرة اليوم احكي لنا عنه، راح نعرف حال العراق. تفضل أخويا. لا لا، البصرة اعتيادي، الوضع ماله سيء أمنيا هو سيء، نعم، اجتماعيا هو سيء. بصراحة استاذ،
استاذ هو بالنسبه انا بالنسبه كل المشكله بصراحه كلها من الدستور. هذا الدستور البائس اللي جابته هاي الدوله وحطته، اذا انشال انشال الوضع كله انا بنظري. طيب. يعني اذا انشال الدستور وبقوا اللي حكمون أخ أبو أحمد، إذا شال الدستور وبقت هاي الأحزاب واللي حكمون واللي دا يتعاركون ببيناتهم وإجا دستور ثاني، تتوقع راح يمشون بيه لو راح يفصلوا بمزاجهم؟ لا لا مبضحهم، لا 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 مبضحهم دستوراً، وهاي الأحزاب أكيد هاي أكيد هاي لازم هي تروح. أي. لأن إحنا مو بلد محافظ، إحنا مو بلد مكونات، إحنا بلد واحد. نعم. بلد المكونات اللي تأسس صراحة هذا مو صحيح. نعم. إحنا بلد واحد، بلد مكونات. مكون هنا ومكون هنا، تيادي وين الوطنية في الموضوع؟ نعم. ما في وطنية بصراحة. نعم. حبيبي سادة. حبيبي شكرا لك أبو أحمد. على لا العفو العفو شكرا لك أبو أحمد، حكى كلمة جميلة جدا، يقول إحنا مو بلد مكونات، إحنا بلد واحد ووطن واحد، يعني يقصد به العراق بفسيفساء، الفسيفساء اللي هم طوائف اللي عايشة بهذا العراق، الأديان اللي عايشة بهذا العراق. كرد وعرب وتركمان وصابئة ومندائيين وسنة وشيعة ومسيح وكل مكونات الشعب العراقي اللي عايشين بهذا البلد، لكن هاي المكونات هي عبارة عن مكون لبلد ودولة اسمها العراق. فالوطنية وحب البلد من كافة المكونات راح تقضي على الطائفية وتقضي على المحاصصة. شكرا لك أبو أحمد. أبو حسن من ديالى حياك الله. هلا بيك يا أبو حسن. أبو حسن من ديالى. حياك الله وحيا الله لديالى. يا الله ممنون. تفضل أخوي، تفضل أبو حسن. أبو حسن تسمعني؟ أبو حسن يبدو أن أبو حسن مدى يسمعني، أعتذر منك، إذا أتمنى ترجع لنا مرة ثانية إذا عندك شيء على مود نسمعه. ننتقل إلى ملفنا الأخير بحلقة اليوم، وثق مسافرون الفوضى داخل وحدة من الرحلات الجوية على متن طائرة تابعة لشركة فلاي بغداد اللي كانت متجهة إلى العاصمة العراقية بغداد من اسطنبول التركية، حيث تم احتجاز المسافرين داخل هاي الرحلة لمدة تجاوزت 6 ساعات بسبب خلل فني أصاب الطائرة حسب ما أفصحت عنه الشركة، وهذا ناتج عن فساد بمنظومة الصيانة والفحص وغياب الرقابة على ديمومة الطائرات. خلونا نشوف الفيديو. نحمد الله ونشكره أنه رب العالمين دا يحمي المسافرين العراقيين. لحد الآن ما صارت كوارث جوية على أي متن خطوط جوية عراقية تؤدي إلى سقوط طائرة ووفاة من عليها أو إصابة العديد منها، نحمد الله ونشكره، لأن المشكلة أنهم ما دا يتعاملون بطيارات، ما دا يتعاملون بباصات مع المصلحة. واحد يطير لي بطيارة يقولهم لا تخافوا منظومة التبريد باردة، إذا طرنا عالي ننجمد ونوقع، بس إذا طرنا ناصي نوصل لبغداد. واحدة طيارة بها خلل فني ومحرك عاطل، مدري شنو، مدري العتلة ما صعود النزول عاطلة، اللخ طائرة منصة الهبوط والإقلاع ما تشتغل بها، هسه خلل فني يؤدي إلى احتجاز ركاب الطائرة لمدة تجاوز 6 ساعات. الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على الموضوع، وكان أول تعليق ويانا من منصة فيسبوك أحمد المهندس يقول زين إذا الطيارة بها خلل شلون يسمحوا للمسافرين يصعدون؟ هم لو يأجلون الرحلة إلى أن تجي غير طيارة أو يصلحون الخلل. تعليق ثاني من شاب أحمد الفتلاوي يقول عندما تكون الدولة فاسدة هاي النتيجة. أما أبو سجاد العراقي يقول العطل وارد بس هاي جريمة، 6 ساعات داخل الطائرة محتجزين.
وزينب حسين تقول افشل طيران بالدنيا، نفس الشيء صار ويانا، شنو عطل بطياره ويصعدون المسافرين غير طياره، تنفحص قبل لا نصعد، تبريد يلعب النفس، حاره احنا بجو ويطير يطفى التبريد، نقعد نهفي، والله خلل بالتبريد، هواي بها سلبيات. اذا كانت هاي تعليقات الناس حول الخطوط الجويه فلاي بغداد بعد احتجاز الركاب لمده 6 ساعات. كان من المفترض ان يدخل ويانا ابو حسن من ديالى مره ثانيه، لكن انقطع الاتصال وياه مره اخرى. ابو حسن اذا تقدر ترجع لنا مره ثانيه اتمنى حتى نسمع رايك بالموضوع. مشاهدينا الكرام، احد المعلقين على قضيه الخطوط الجويه فلاي بغداد اللي قال شلون يصعدون الركاب عليها. في كل بلدان العالم اكو بلد العالم هسه اصبح قريه صغيره بسبب الشبكه العنكبوتيه او الانترنت. اكو تقارير وثائقيه عن كوارث، كوارث بمعنى كارثه بسبب سقوط طائره بمن فيها وقتل العديد من الناس بسبب خلل فني. ولذلك كل خطوط الطيران وكل الخطوط الجويه بالعالم عندها قوانين صارمه بما يخص الصيانه، الفحص الفني، المتابعه، التدقيق، لان اي عطل فني داخل الطائره قد يؤدي الى كارثه، لان هم ما يتعاملون بشيء ما له علاقه بحياه الناس، لا هم ينقلون ارواح. فتلقي كل طيار مسؤول عن الارواح اللي وياه، كل واحد بالكادر الفني الموجود على متن الطائره هو مسؤول عن الارواح اللي شايليها، وكذلك شركه الخطوط الجويه هي مسؤوله عن هاي الارواح. الا بالعراق تلقون هاي المشاكل يوميه تتكرر. ابو حسن من ديالى رجع لنا، حياك الله يا ابو حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونكم عيني؟ هلا بيك، هلا بيك يا الغالي. حبيبي. نعم. حبيبي هاي حكومتنا، الحكومة هذه. نعم. اللي يسمون نفسهم هم مو حكومة. هم ناس عصابة حرامية مو حكومة، حرامية عصابة. من ساعة واحد يحكي عن الطيارة، هذول جايين للبلد، شلون واحد يمأجر له بيت إيجار يخلص إيجاره ويمشي من يمه؟ نعم. ما يعمر به، لا يعمر به شباك ولا يعمر به باب ولا 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 ولا. ما عليه. نعم. فناس هم حرامية. قبل شوية واحد يحكي وياكم عن المي، عن السدود. نعم. السدود هم اتفقوا ويا إيران، قالوا سدوا السدود حتى ما يزرعون العراق، حتى نشتري من يمكم. فما طوبت يا تورقي حتى نظل احنا بس ناكل، هم يزرعون احنا ناكل. هم هاي اتفاقيه هذول لانتياجهم الذيول مال ايران. نعم. هم قالوا لهم سدوا المي حتى ما يزرعوا العراقيين، حتى يتبعون نبيع عليهم. ايران مسوي العراق شلون مثل ما يقول يصطر ويحلب. نعم. يكفونهم النار ويحلبون بهم النار. الصواريخ تدق على الشمال ومن هنا يعطون فلوس رشاوي. نعم. يا اخي هذا مو بلد، هذا يا اخي والله مو بلد، والله مو بلد. عصابات عصابات عصابات. احنا هسه عايشين بغابه بغابه، والله يا اخي بغابه عايشين. نعم نعم. شكرا 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 لك ابو حسن. ابو حسن يتكلم عن المحاصيل الزراعيه. الدوله العراقيه او من يحكم بالعراق بعد عام 2003 لو نفكر صح، اكو محافظات مشهوره عندنا ببعض الاشياء من المحاصيل الزراعيه. ديالى مشهوره بالحمضيات واشهرها البرتقال. مشخاب مثلا في وسط العراق مشهوره بتمن العنبر اللي يعتبر كان من ارقى انواع الرز بالوطن العربي. التمور العراقية وأشهر التمور محافظة البصرة، محافظة النخيل، وأعداد التمور اللي كان العراق متربع على عرش مصدري التمور بالعالم لأكثر من 3 عقود، يعني لأكثر من 30 سنة العراق هو المصدر الأول للعالم بالتمور، إضافة إلى الحنطة والشعير والمحاصيل الأخرى. كان العراق عند اكتفاء ذاتي بعدد كبير من المحاصيل. بسبب السياسات العراقية اكو تقارير تقول انه عدد الاراضي المستصلحة للزراعة بالعراق قبل 2003 كان رقمها اكبر بكثير من الاراضي الزراعية او الاراضي المستصلحة للزراعة في العراق بعد عام 2003.
والعدد اليوم في تناقص كبير جدا لأسباب عدة. أولا ماكو دعم للفلاح، ماكو دعم للمنتج الوطني، ماكو دعم بالماء والسماد والحبوب إلى الفلاح العراقي، واللي محافظ على مهنته بالزراعة بهالأمور هذه لما يروح يودي المنتج مالته ما يحصل شيء. كيان من بغداد ويانا، حياك الله يا كيان. السلام عليكم استاذ أفل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ أفل، احنا ابتلينا بلوى. العراق، العراق انسان محترم، العراق انسان راق وما موجود من عنده، ابتلى بلوى بهالشلة هاي الحرامية، بهالعصابة، بهالناس اللي ما تخاف الله، بهالناس اللي ما عتها غيرة، بهالناس اللي ما عتها إنسانية، بهالناس اللي ما عتها كل رحمة. هاي الناس اجتنا كأنما منتقمة من عندنا، كأنما عتهم صار يمنا، كأنما يطلبون نفس صار قديم وجاي يسددون، كأنما دين أريد أسدده لهم. ليش عم يسوون بالعراقي؟ العراق، العراق أجمل بلد، أحسن بلد. العراق ملك الإنسانية، بلد الإنسانية، بلد الرحمة. العراق جامع جميع الدول، هسه جميع الدول هاي الدائر ما دائرة في هذا الوضع، العراق محتضنهم، العراق محترمهم ومحتضنهم ومعززهم بكرامة. الهندي يجي من بنغلاديش أحضنه واحترمه، السوري أحضنه واحترمه، اللبناني أحضنه، كان من يكون أحضنه واحترمه. تجين أنا شلة، اعذرنا من هذا التعبير، شلة حرامية غدارة تجي تدمر هذا البلد. هذا البلد سيد الكرة الأرضية، العراق ما موجود من عنده ولا راح ينوجد. أنا يختلف التيار ويختلف يختلف الأطار. أنا العراق يدمر يختلفون شخصين، العراق ينتهي لا خلي يخلون حدود لهم وخلي يحترمون أرواحهم. قسما بالله هذا البلد إلى صار بعد ما أظل لهم صبع ولا أشبر شبر بالعراق، بعد يحلمون يوصلون يمه. إحنا مو نفرين يختلفون، والله مختلف المالك ومختلف سيد مقتدى، وإحنا نحير بخبزتنا، توصل القطع الرواتب وتوصل التهديدات، توصل القتل، والناس موت بالشوارع، والناس مستشفيات ماكو صحة، ماكو زراعة، ماكو صناعة، ماكو دجلة والفرات جفاف، النفط مالنا سرقات، حقول مستشفى. أخويا كيان، المشكلة يعني هسه مباوع المشكلة بين التيار والإطار. الإطار أحد قيادة، مثلا أحد قياداته قيس الخزعلي، قيس الخزعلي اللي هو كان جزء من التيار الصدري أو من جيش المهدي، اللي هو طلع من رحم التيار، اليوم اختلفوا وياه، وهم كانوا سابقا متآصرين ومتوافقين على كل شيء، واحد يدعم الثاني، واحد يصوت على وزير الثاني، واحد يصوت على المدراء العام ما الثاني، وعايشين مرتاحين. هسه اتعاركوا. نعم. مع احترامات الشخص الكريم واحترامات المجتمع الكريم واحترامات العراق، منو قيس يعني بس الدستير، منو يريد يلعب مقدرات العراق؟ ست نفرات سبعة تافهين يلعبون بالعراق ومقدراته، هذا سابع مستحيلات. العراق وطن أصيل، العراق وطن برجال ما موجودة من الغيرة والإنسانية والكرامة. العراق هذا العراق أبي، لا يجينا أنا شخص مع احترامات إلى ستة أو خمسة تافهين يلعبون مقدرات العراق ويضيعون تاريخ 11 أو 12 ألف سنة يضيعونه، والله هم مصارعين بيناتهم على السرقات. لا، هذا ممنوع منع عن باطن، ممنوع منع عن باطن. وإحنا فدوة الروح للعراق، فدوة شنو؟ فدوة الروح لتراب العراق، هذا بلدنا وما نعوفه. قسما بالله نموت فدوة لتراب العراق. أما هذول التافهين احسابهم عسير، دنيا وآخر احسابهم عسير، منين شلون راح يقابلون الله؟ خلي يحضرون لهم عذر العلي بن أبي طالب، لاعتهم عذر الأمير المؤمنين، خلي يحضرون عذر هذول التافهين. وأنا أشكرك. شكرا لك أخ كيان. أبو سمية من الأنبار ويانا، حياك الله. أبو سمية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد الكريم، بخصوص شركة الخطوط الجوية العراقية فلاي بغداد وغيرها، هذه بحد ذاتها جريمة وغلطة وانتهاك للإنسانية، لأن سفر المواطنين بالطائرات هو تأمين للأرواح عند شركة غير نزيهة.
وهذا جربناه وجربنا السرقات والفساد في مطار بغداد وفي شركات نقل المسافرين عبر الطائرة. يا سيد الكريم، في أحد المرات أردنا السفر إلى الصين من أجل العلاج، وكان معي أخي مقعد، وقد افتتحت الخطوط الجوية القطرية مكتبا في مطار بغداد، لكنني أصريت على الذهاب إلى سوريا ثم الطيران إلى قطر ثم إلى الصين تخلصا من فساد المطارات والشركات العراقية. فأقول لشركات الطيران العراقية، أنتم لا تستأمنون على أرواح الناس لأنكم لستم أهلا لذلك، وعلى منظمات الطيران العالمي أن تمنع الشركات التي تنقل أرواحا ليست مستعملة عليها. وشكرا. شكرا للبرنامج. شكرا لك أبو سمية. أبو عبد الله من صلاح الدين، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعد أفندي شلونك؟ نحمد الله على كل شيء، أنتم شلونكم؟ احنا زينين لو بس نفرط من هاي الشلة الخضراء هاي الحرامية، الناس الدايحة. نعم. ناس دايحة جئتي يقول لك مثل سيدنا علي أبو كرار، هذول من يجون وقمدرة سيدنا علي عمي. هذول ناس دايحة. هم هسه لو يرجعون الباحث عن برنامج على قناة العربية كانوا مستضيفين وزير التجارة السابق. ايه. يعني اكو شغلات من يسولف بها يوقف العقل. لان هسه وزير التجارة الحالي منو يا حرامي؟ يعني يقدر ينظم بطاقة تموينية؟ نعم. ومع العلم العراق كان متحاصر إلى أبعد حد. لان البارحة هاي البناية اللي وقعت بالكرادة. ايه. بناية المركز الصحي. انت راجع المركز الصحي. لان عندك الجسر الطابقين بيا وقت صار بيا عهد. بالحصار بعهد منو؟ بالحصار. احشيلي بعهد منو؟ نعم. زين ليش السقام ولا السواقف؟ لان كانت المهندسين الوظيفيين عليها كوادر شريفة نزيهة وطنية. زين هسه انت من هاي الحكومة كلها، مو الحكومة العصابة كلها، اكو واحد بيهم يقف يخاف على البلد؟ من السابع مستحيلات، كل من يقول انا خاف على البلد اقول له تجذب، وكل اتحداه يطلع هوية عراقية. نعم. عندهم هويات بريطانية، هويات انجليزية. نعم. ولا هم مو للعراق، ولا هم الايران والتركيا. هاي تركيا اللي عم تلعب هسه طب بينا. نعم. زين. اكو في شكو صرح اكو تصريح يقول لك المي من ينقطع العراق بوقت صدام حسين الله يرحمه. نعم. كانت خطة للدولة العراقية تحفر 1500 بير. نعم. على الحدود العراقية التركية. نعم. في سبيل تسحب المي من غادي. يعني اكو شريف يقدر يحفر بير هسه من الأمبير واحد. إيه بيهم شريف؟ نعم. يعني مستابع مستحيلات هاي بعد تصير، ومستابع مستحيلات العراق يرجع. نعم. شكرا. وأنا ممنون منك سعد. العفو. قضية الإخفاء القسري واحدة من القضايا اللي تؤرق حياة العراقيين، واللي بين فترة وفترة تبدي تصعد وتكون واحدة من المواضيع اللي الناس تحاول تتخلص منها، وبين فترة وفترة يا ما تنشط هاي القضية، يا أما على القنوات الفضائية يا أما نلقاها ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم رجعت هاي القضية بسبب عودة التفاعل من قبل الناشطين والمغردين العراقيين على وسم علي جاسب وين، وذلك بحلول الذكرى الثالثة على اختفاء المحامي علي جاسب حطاب على يد متنفذين في ميسان، لتدلل هاي الذكرى على حالة اللادولة اللي تعيشها أو اللي يعيشها عفواً العراق بظل غياب العدالة واستمرار النهج الحكومي بسياسة الإفلات من العقاب والتستر على الجناء. ولذلك جبنا لكم عدد من هاي التغريدات على هذا الوسم هاشتاغ علي جاسب وين من منصة تويتر. الأستاذ ناجي حرج هاشتاغ علي جاسب وين يقول 3 سنوات على تغيبة فأين وعود رئيس الوزراء. أما مصطفى جاسب هاشتاغ الحرية لعلي جاسب يقول نتمنى أن تعمل الحكومة العراقية بأجهزتها الأمنية المتعددة كشف مصير أخي علي جاسب، فلازلنا نبحث عن العدالة الغائبة والإفلات من العقاب لا زال مستمر بحق الجنات. أما المهندس محمد العراقي يقول 3 سنوات على تغييب المحامي علي جاسب حطاب،
إن إخفاء علي جاسب قسريا جريمة ضد الإنسانية، ونطالب المجتمع الدولي أن يبذل قصارى جهده للعثور على مكان وجود علي جاسب وجميع الأشخاص المختفين في العراق بسبب وجود الميليشيات والسلاح المنفلت وعدم تفعيل قوى الأمن الوطني. هاشتاغ علي جاسب وين؟ أما السجاد صدام يقول علي جاسب وين يا حكومة؟ علي جاسب لم يرتكب جرما ولم يطالبكم سوى بحقه وحق كل إخوانه العراقيين، لم يملك إلا وعيه وقلمه، فهل أرعبكم اسمه؟ هاشتاغ الحرية لعلي جاسب. إذا مشاهدينا الكرام كانت هاي أغلب مواضيعنا في حلقة اليوم. بالنسبة إلى رسائل الواتساب، عندي رسالة من شخص يقول السلام عليكم إلى كل العاملين، والسلام خاص إلى الدكتور رافع الفلاحي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الدكتور رافع الفلاحي هو مترجم أحداث العراق، أخوكم كريم سليمان أبو مؤيد من الكويت، كنت مشارك في برنامج برلمان التحرير، أتمنى أن يصل كلامي إلى الدكتور رافع إن شاء الله وتدلل أخي كريم. أما الرسالة الأخرى من أبو عبد الله يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي أفل، بالنسبة إلى الخطوط الجوية العراقية هذا ليس غريب على أناس فيهم مرض، هؤلاء تربوا على النقص، هؤلاء يرون أنفسهم ناقصين، عندهم نقص من داخلهم. بربا كابتن طيارة ما يحترم نفسه ويتاجر بأرواح المسافرين، طيب هي الطائرة فيها عطل، كيف يخلي الناس تصعد الطائرة؟ لو يشغل التبريد بالمطار وعند الإقلاع يطفى التبريد ويظل يتحجج، ما تخجلون تضحكون على عقول الناس؟ وبعد فلاي بغداد يعني فلاي دبي لو فلاي قطر الله المستعان. أبو عبد الله. مشاهدينا الكرام، قضايا العراق كثيرة، لكن أكثر القضايا مؤلمة في حلقة هذا اليوم هي الاتجار بحياة الناس، لأن إذا انباوع الملفات كلها هم دا يتاجرون بدماء المواطنين. اللي ما يسوي خدمات للبلد يعيش المواطن بلوعة، هذا دا يتاجر بدمه. اللي ما يحافظ على أمان طائراته وخطوطه ويخلي الناس تطير وتنحبس ويوصل للمكان هو خايف ومرعوب، هذا دا يتاجر بروحه وبروح المواطن الثاني. اللي ما يفكر يبني شارع ويسوي بيطسات والعالم توقع بهاي الحفر وتتأذى وتطب مستشفيات، هذا دا يتاجر به. اللي ما يفكر بالزراعة وما يفكر بالصناعة وما يفكر بالتجارة وما يفكر بالحصة التموينية وما يفكر بموارد العراق والبلد دا ينباق من لحظة وثانية، هذا دا يتاجر بقوت الناس. واللي ما يفكر بنفط العراق وفلوس العراق وين دا تروح وين دا تطب، هذا دا يتاجر بحقوق الناس ودا يتاجر بدماء الناس ودا يتاجر بحياة الناس ودا يتاجر براحة الناس. واللي يسمح إلى أي ميليشيا خارج عن القانون أن تقتل وتضرب وتحبس وتخفي وتسوي اللي دا يسوي اللي دا يصير بالعراق، هذا دا يتاجر بحقوق الناس وبدماء الناس. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر. في أمان الله.